مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج البوصلة، معكم حنين موج. العالم كله هذا الأسبوع كان على موعد مع أهم خبر اقتصادي من سنة 2020. بتكلم تحديدا عن قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفايدة 0.5%، وده القرار اللي أعقبه قيام بنوك الخليج المركزية باتخاذ قرار مماثل بالخفض. الخطوة دي معناها ببساطة مزيد من إضعاف الدولار الأمريكي ومنح الأسهم والذهب فرصة الصعود بقوة. جاذبية السندات الأمريكية انخفضت، وفي المقابل اكتسبت سندات الأسواق الناشئة ومنها مصر جاذبية أكبر هتضمن تدفق مزيد من السيولة الدولارية الفترة اللي جاية. ولما بتكلم عن مصر على وجه الخصوص فالأنظار كلها متجهة إلى البنك المركزي المصري والرهانات على خفض أسعار الفايدة الفترة اللي جاية بعد قرار المركزي الأمريكي. والمعروف أن خفض أسعار الفايدة في مصر معناه تكلفة أقل على القروض وإنعاش لقطاع الاستثمار وإبطاء لأعباء استدانة الحكومة ممثلة في وزارة المالية من البنوك المصرية. قرار المركزي الأمريكي جاي عشان يقول أنه معركة البنوك المركزية مع التضخم في طريقها للنهاية، وده معناه ببساطة تراجع وشيك في أسعار السلع والمنتجات الزراعية والخدمات وكمان أسعار الطاقة في العالم كله، وهيكون له انعكاسه الإيجابي على بلد مستورد للحبوب واللحوم والوقود بنسبة كبيرة زي مصر ودول المنطقة بالكامل. فاصل. بصمتك، وقررت أن ده يكون هدفها واستراتيجيتها في تنمية وتطوير المدن الجديدة. وبعد ما حققت نجاحات كبيرة في مدينة بدر والشروق، الشركة مكملة طريقها بقوة وطرحت 3 مشاريع جديدة في مدينة الشروق مع بداية 2024، وهم إيجل 85 وإيجل هاب وكومباوند هيفين جاردنز. كل مشروع من دول بيعكس رؤية إيجل في تقديم قيمة مضافة للمجتمعات اللي بتخدمها، سواء كانت سكنية أو تجارية. وبتحرص الشركة إنها تلبي كل احتياجات عملائها وتساهم في تطوير المدن الجديدة بطريقة عصرية ومستدامة. يعني دي مش مجرد مشاريع عقارية، دي خطوات بتجسد شعار إيجل إنها تسيب بصمتها في كل مشروع بتنفذه. تفاصيل أكتر هنشوفها في هذا التقرير. إيجل جروب عندها مجموعة من المشاريع اللي بقت علامة في السوق العقاري زي إيجل مول، وده أول مول تجاري إداري طبي بيضم مجموعة من البراندات القوية لأول مرة في مدينة بدر. وإحنا هنا على أرض الواقع بنصور دلوقتي من خلال إيجل مول اللي بيضم مجموعة من البراندات القوية اللي واضحة معانا. إيجل مول بيتميز ببرايم لوكيشن لأن هو في مركز المدينة، حواليه أماكن تجارية، بنوك، جامعات معروفة، كل ده في مكان واحد، ويعتبر إيجل مول في وسط كل الخدمات والأماكن التجارية. بيضم كثافة سكانية عالية وكمان ساعد البراندات اللي في المول إن هي تجذب عدد كبير من الناس، ويساعد كمان في إن نطور من المدينة من ناحية إن يكون في استثمارات تجارية أخرى، لأن ده هدف الشركة عندنا إن احنا نسيب بصمة في كل مكان وفي كل مشروع وكل مكان بنكون فيه. وده كان هدف الشركة على مدار 15 سنة إنها دايماً تساهم في تطوير المدن الجديدة، مش بس إن إحنا بنبيع للعميل إن هو يستثمر، العميل اللي بيكون معانا بيشتري وعنده استثمار عقاري، لا، إحنا كمان هدفنا إن إحنا نطور المدينة نفسها اللي بندخل فيها. وكمان إحنا عندنا خطة توسعية كبيرة وقريب جداً هنسيب بصمتنا في مكان جديد. إيجل جروب عندها خطة توسعية كبيرة وده بيظهر معانا في بداية 2024 بثلاث مشاريع بدأناهم، تم طرح إيجل مول 85 وإيجل هاب وهيفن جاردنز كومباوند. الثلاث مشاريع دول بدأنا بيهم ولسه على مدار قبل نهاية السنة دي هيكون معانا مشاريع جديدة وهيكون في مجان جديد، لأن إيجل اتعودت تسيب بصمتها في كل أماكن. غير كمان أن إيجل جروب شايفة أن المستقبل القادم هيكون في الاستثمار والتطوير
العقاري، ومش بس ان احنا بنساعد في التطوير وان احنا نخدم للعميل اللي بيشتري معانا، لا كمان هيكون تطوير للمدينة نفسها. ايجل جروب علاقتها مع العميل قايمة على العلاقة المتبادلة والثقة المستمرة، لان ايجل جروب مش مجرد بتبيع وحده للعميل وتسيبه بعدها، بالعكس احنا بنهتم جدا بالتشغيل، واحنا عندنا كمان بنقدم خدمات ما بعد البيع بحيث ان احنا بنتابع مع العميل في ادق التفاصيل. وكمان بتقوم ايجل جروب بتسهيلات كتير بحيث ان هي توفر له تسهيلات في بنود العقود وكمان في طريقه الدفع والتقسيط. عندنا خدمات ما بعد البيع بتساعد العميل في اي حاجه بيكون محتاجها، بيتم متابعه من عندنا دايما ومستمره مع العميل، فسواء هو محتاج اي شيء في الوحده عندنا قسم تشطيبات بنساعد العميل فيه ان احنا نوفر له المحل، عندنا جزء في التشغيل ان احنا نوفر له براند او ناجر له المكان. بنتابع مع العميل دايما، مش مجرد ان احنا بنسلم الوحده وبس، بل بالعكس العميل معانا بيبقى ضامن ان المكان عنده هيشتغل. قبل تسليم الوحده لاي عميل بيتم مراجعه الوحده معاه من بحيث لو محتاج اي تشطيب او اي حاجه للوحده اللي هيستلمها سواء ايجار او تشطيب بنوفر له ده، وبيكون فيه متابعه قبل تسليم الوحده باي حاجه العميل بيحتاجها. احنا موجودين النهارده في الشروق واحد، المول بتاعنا ايجل هاب، اللوكيشن بتاعه مميز جدا، احنا على بعد دقيقه من طريق مصر اسماعيليه، على بعد دقيقتين بالظبط من الدير الاوسطي، قدامنا حي سكني كبير جدا، الحي التاسع فيلات في الشروق، احنا على بعد 3 دقائق من ال LRT، دي برضو اضافه قويه للمشروع. احنا قدامنا اكتر من كومباوند سكني، فده بيمثل ترافيك قوي جدا للمول التجاري بتاعنا. المول على مساحه 5500 متر تقريبا، المساحات عندي اللي موجوده بتستارت من اول 24 متر باسعار تنافسيه، ونظام السداد بتوصل معانا من اول 10% مقدم توصل معانا لحد 7 سنين غير اي فوائد. البصمه بتاعتنا ان احنا مش نازلين بكل المولات بتاعتنا، دي برده من الحاجات اللي احنا بنتميز بيها في ايجل جروب، البراندات اللي احنا بننزل بيها في كل مول، فده بيعلي من قيمه المول بتاعنا. احنا عندنا اكتر من براند سواء مطاعم او كافيهات، عندنا براند جيم قوي جدا، عندنا اكتر من براند، دول اللي بننزل بيهم في المولات بتاعتنا، ده اللي بيحقق القيمه للعميل اللي بيجي ينفست معانا او هو اللي بيبقى اند يوزر للمشروع، سواء هو اللي بيشغله او بيبقى عايز حاجه يجيب منها اعلى ربح، فده بالنسبه لنا بيمثل اضافه قويه لينا البراندات بتاعتنا. احنا موجودين دلوقتي في ميجا مول ايجل بلازا، موجود قدامنا عمار المخابرات الاسكان الاجتماعي، موجود جنبنا جامعه الروسيه ومستشفى بدر الجامعي، وجنب الحي الثاني والثالث والخامس والسادس، عندنا اكتر من احياء موجوده وكثافه سكانيه كبيره جدا في المنطقه اللي احنا فيها هنا دلوقتي. الحاجات اللي بتميز مشروع ميجا مول ايجل بلازا ان هو 4 مولات جنب بعض، هيكون في لاندسكيب كبيره جدا، عندنا مساحات بتبدا من 20 متر وانظمه السداد بتبدا من 10% مقدم وبتوصل لحد 7 سنين. شركه ايجل جروب بتميز نفسها في حاجات كتير، من اكتر الحاجات اللي بتميز فيها هي نسبه التحميل المنخفضه جدا. احنا عندنا اقل نسبه تحميل في السوق، نسبه التحميل العميل بيستفاد منها ان هو بياخد المساحه كامله من غير اي هدر خالص. ايجل بلازا قريبه من احياء كتيره جدا زي الحي الثاني والثالث والرابع والحي السادس، الاحياء دي مفتقده جدا العلامات التجاريه اللي موجوده عندنا في المولات الثانيه، فايجل جروب قررت ان هي تسيب البصمه بتاعتها في المنطقه الجديده دي. تاني بصمه في مدينه الشروق هو مول 85، المول دوت في موقع استراتيجي برضو على محور جمال عبد الناصر، احنا على بعد دقيقه بالظبط من طريق السويس، على بعد 3 دقائق من طريق مصر اسماعيليه، على بعد برضو 5 دقائق من الدائري الاقليمي ومطار القاهره، فاحنا اللوكيشن بتاعنا مميز جدا، جنبينا اكتر من كومباوند سكني، كومباوند دار مصر وجنه مصر، فدي بتمثل كتله سكنيه كبيره جدا بالنسبه للمشروع. بلس ان احنا برضو عندنا البراندات زي ما قلنا في المول الاولاني، ان احنا عندنا براندات هي اللي بتعلي من قيمه المول بتاعنا ومن قيمه المنطقه اللي احنا نازلين فيها، بمساحات برضو تنافسيه بتبدا من اول 28 متر واسعار بتبقى معانا من اول 2 مليون جنيه بالنسبه للمحلات التجاريه. عندي كمان حاجات من الحاجات اللي بتميز جدا ايجل 85 ان نسبه التحميل عندي
بتكون قليلة جدا. دي بتمثل نقطة قوية جدا لكل المستثمرين اللي بيحبوا ان هم بياخدوا مساحات تكون شبه صافية. الناس اللي هي متعودة على نسب التحويل بتاعة زمان، فاحنا نسبة التحويل عندنا ما بتعديش 20% في معظم المشاريع بتاعتنا. نفس نظام السداد بتاعنا برضو بيوصل من اول 10% مقدم، الاقساط توصل معانا لحد 7 سنين من غير اي فوائد. مشروعات ايجل جروب مش بس مقتصره على المولات التجاريه، احنا قررنا نسيب بصمتنا على طريق السويس امام العاصمه الاداريه الجديده بمشروع سكني كومباوند هيفن جاردنز. احنا في احد اهم مشاريع شركه ايجل جروب وهو كومباوند هيفن جاردنز. ليه هيفن جاردنز؟ عشان خاطر اللوكيشن بتاعه. احنا على بعد دقيقه من طريق السويس، زي ما احنا شايفين ان احنا جنب هليوبس الجديده، كمان جنب الشروق. احنا على بعد دقائق للعاصمه الاداريه، اقل من 15 دقيقه في قلب العاصمه الاداريه، على بعد 30 دقيقه لمدينه نصر والتجمع، على بعد 5 دقايق لما بين مدينتي والشروق وهليوبلس. المشروع زي ما احنا شايفين ان هو على 3 شوارع رئيسيه، الشارع الرئيسي اللي رابط ما بين طريق السويس وطريق مصر الاسماعيليه، الشارع الثاني الرئيسي اللي رابط ما بين هليوبلس الجديده والطريق اللي موصلنا زي ما احنا شايفين لطريق السويس ومصر الاسماعيليه، والطريق الثالث اللي رابط ما بين هليوبلس الجديده وطريق السويس. احنا دلوقتي في المنطقه الترفيهيه في مدينه بدر جنب هليوبلس، وقدام 3 جامعات رئيسيه، تمام. الجامعات دي بالمناسبه دي جامعات انترناشونال، وجنبنا كمان مدرسه انترناشونال. الفكره كلها ان انا بقدم قيمه مقابل سعر للعملاء، سواء العميل اللي هيعيش معايا على طريق السويس وجنب المجتمعات العمرانيه الجديده، او العميل اللي بيستثمر جنب الجامعات. ودي اهم حاجه بتقدمها شركه ايجل جروب كقيمه مقابل سعر. المشروع على مساحه 62000 متر، تقريبا 15 فدان، مشروع متكامل سكني بقدم فيه كل الخدمات. المشروع عبارة عن 3 أماكن سكنية، الوحدات كلها ليها فيو مميز، بنتكلم في مساحات صغيرة بتبدأ من 80 متر وأعلى حاجة عندي بتوصل ل 160 و 180 متر، بقدم نظام سداد محترم جدا مناسب مع العملاء، بيبدأ عندي من أقل مقدم اللي هو 10% وأنظمة سداد توصل ل7 سنين. خدمات هيفن جاردنز سمارت كومباوند ببوابات إلكترونية بفيو جاردن وكيدز إيريا وحضانة وسيكيورتي وامن وحراسه. الجراجات عندي كلها للعمارات كلها اندر جراوند، وده عامل الامان للعملاء اللي موجوده جوه الكومباوند. طبعا زي ما احنا عارفين شركه ايجل جروب بتحب تميز العميل بتاعها في السوق عن اي شركه تانية، بنحب ان احنا نوفر له احسن الخدمات وما نخلوش يطلع بره الكومباوند. احنا عندنا 2 ستريب مول على مساحه 9000 متر، في تجاري واداري وطبي. العميل مش محتاج يطلع بره، كل الخدمات اللي هو محتاجها جوه الكومباوند هي اوريدي موجوده قدامه، هو مش محتاج ان هو يخرج بره. ايجل جروب بنسيب بصمتنا. من ان النجاح الحقيقي بيجي من شراكه قويه ومستدامه مع عملائها، ودايما بتسعى لبناء علاقات مبنيه على الثقه والتعاون. وبينما الشركه بتواصل تالقها في السوق العقاري، اطلقت مشروعها مول اي 1 في اميز مواقع مدينه 6 اكتوبر خلف مول العرب وعلى محور جمال عبد الناصر. المشروع ده مش مجرد اضافه، ده خطوة كبيرة بتعزز مكانة الشركة وبتثبت التزامها بتقديم أحسن الحلول اللي بتناسب احتياجات وتطلعات عملائها. بيشرفني النهاردة في الاستوديو الأستاذة علا القواسمي مدير مبيعات الشركة عشان نتعرف أكتر على مشروعهم المميز مول اي 1 في مدينة 6 أكتوبر. برحب بحضرتك. أهلا بيكي. يعني الحقيقة شركة البركة من الشركات المميزة جدا في مدينة 6 أكتوبر واللي ليها مشروعات كتير في هذه المدينة العريقة. نبذة سريعة، يمكن احنا اتكلمنا عن شركة البركة بس عايزين نفكر جمهورنا مرة تانية، شركة البركة تاريخها ايه؟ انشئت امتى؟ اهم مشروعاتها. شركة البركة الحمد لله بقالها فترة في السوق العقاري، كنا الاول بادئين سكني وبعدين اخذنا قصة التجاري. انتقلنا من السكني للتجاري ولسه الاثنين يعني متواصلين. لا سيبنا التجاري ولا سيبنا السكني، الاثنين ليهم طلب وليهم عرض.
يعني عندكم سابقة اعمال في التجاري قبل مول ايوان؟ لا لسه مول ايوان اول سابقة اعمال تجاري لي. اول سب... بس واضح ان انتوا درستوا كويس قوي واخترتوا موقع مميز جدا، وكمان حددتوا التخصصات بشكل كويس قوي يتناسب مع المنطقة المحيطة بيكم، صح؟ مظبوط. طيب كلميني بقى بالتفصيل يعني عن مول ايوان. ايوان هو تجاري طبي. تجاري هنا عندنا طبي. المول عبارة عن أرضي وأول وتاني. الأرضي والأول ده تجاري والتاني هو للطبي. الظريف في الموضوع إن الدور التاني الطبي نازل في لوكيشن حلو قوي. إن المربع نفسه جنبيك مستشفى، يعني المول نفسه بيخدم على العيادات. المستشفى المستشفى بتخدم على العيادات. كويس. الاثنين بيخدموا على بعض. فنادر لما تلاقي عيادات طبية جنبيكي مستشفى، يعني مفيش فرق بينها وبينه اقل من. طب صح انه يبقى عيادات طبيه جنب المستشفى؟ يعني اعتقد الاثنين بينافسوا بعض ولا بيكملوا بعض؟ بيكملوا بعض، لان اكيد الدكاتره بيبقى ليهم العيادات الخاصه ليهم بعيدا عن المستشفى. ممتاز، دي فكره ذكيه جدا. يعني بدل ما اخد عياده بعيد جدا عن شغلي فانا الاثنين قريبين، اخرج من دي على دي على طول. اكيد يعني المستشفى بيبقى ليها مواعيد والدكاتره نفسهم بيبقى ليهم مواعيد ثانيه. يعني المول 3 ادوار، كم يونت تقريبا؟ 52 يونت. كم طبي وكم تجاري؟ الارضي عندنا تجاري في حدود 21 او الواحد، التاني برضه في حدود 18، والباقي اللي فوق برضه هو الباقي، يعني هو كله على بعضه 52 واحد. كويس. المساحات بقى، يعني انا ملاحظه ان الفتره الاخيره الابراج او المباني الاداريه او التجاريه بتبقى مساحتها صغيره او مساحات الوحدات صغيره قوي، واعتقد ان ده شويه بيبقى من الاسباب اللي بتخلي الناس يعني هتعمل ايه بالمساحه الصغيره دي. انتوا تجاوزتوا المعضله دي ولا برضو المساحات صغيره؟ الحلو في ايوان ان هو مساحته في ده وفي ده. يعني العميل اللي عايزه 28 متر اللي هو حاسس ان الرقم هيبقى عالي عليه لو علق في المساحات ده متوفر. والمساحات التانيه اللي هي بتستارت من 48 و50 و60 برضه متاح. يعني ممكن ياخد اثنين ويفتحهم على بعض لو هو عايز مساحه اكبر من كده. يعني لازم تخلي ان العميل عايز ده موجود ده موجود. طب والعيادات الطبيه برضو نفس المساحات؟ العيادات الطبيه بتبدا من 50 متر. 50 يعني متر بتبدا من 50 متر، لان اكيد بيبقى فيه غرفه استقبال غير غرفه الدكتور نفسها، فبتحتاج اقل حاجه 50 متر طبعا. ولازم يكون في حمام، في مطبخ، في كل الاحتياجات اللي ممكن يحتاجها الدكتور. طيب مهم قوي عنصر المنافسة. يمكن التجاري والطبي موجود في مولات كتير أو موجود في مباني إدارية كتير، لكن المنافسة في السعر هي اللي بتفرق، هي اللي بتخلي في إقبال شديد على المنتج ده. هل الأسعار عندكم أيضا منافسة؟ شركة البركة حلوة قوي في حتة الأسعار، يعني بجد والله مش عشان أنا مديرة المبيعات أو أي حاجة من دي، بس فعلا الشركة بتعاملك على إنك شريك معها. كويس قوي. يعني بجد الأسعار ده كونسبت حلو جدا. جدا. يعني الأسعار اللي حاطينها على 3 سنين 49,000 سعر المتر. 49,000 على 3 سنين. ممتاز. ده عيادات ولا؟ ده عيادات طبية. يا جماعه ده سعر مش موجود دلوقتي خالص. سعر متر سكني دلوقتي. طبعا بالظبط. 49,000 على 3 سنين. ومقدم قد ايه تقريبا؟ بنبدا بالمقدم ب 25%. 25% 49,000 على 3. ده سعر موحد ولا على حسب اللوكيشن بقى والدور وكده؟ لا هو الطبي ما فيش غير دور واحد اللي هو التاني. وحلو المول ان هو 3 نواصين، فكل المساحات كل الوحدات نفسها على الوجهات، يعني ما عنديش داخلي وخارجي. انا عندي كل الوحدات على الرئيسي يعتبر، لان هو 3 نواصي. فده سعر موحد وسعر موجود من شركه البركه. يعني ال 49 دول سعر الطبي. الطبي. طب والتجاري؟ التجاري عندنا حاجتين، طبعا كل الناس بتبقى عايزه الدور الارضي. طبعا. يعني ده اكتر، هو الحمد لله الارضي خلص فيه 90% من مبيعاته، فاضلش غير 4 محلات بالظبط. فاحنا عندنا الارضي كان بنبيعه على 99,000 على 3 سنين. كان. ودلوقتي؟ لا ودلوقتي برضه 99,000. بس هو عشان خلاص يعني يعتبر خلص. يعني التجاري عندكم خلص؟ تقريبا خلص. ارضي واول؟ لا الاول بقى هو لسه اللي هنتكلم فيه دلوقتي. قولي لي بقى الاول بقى. يعني الاول ده حاجه كده لطيفه، يعني انت برضه بتبقي متشافه بطريقه صح
وفي نفس الوقت بيبقى سعره اقل شويه من الارضي. احنا بنستارت في الاول من 69,000، برضو سعر مميز لطيف جدا. يعني وعلى 3 سنين؟ على 3 سنين. طب ليه 3 سنين؟ يعني 3 سنين انا بشوف، ولا يمكن انتوا خلصتوا كونستراكشن؟ لا لسه شغالين كونستراكشن. طيب هل فتحتوا البيع مراحل ولا خلصنا اول مرحله واحنا في المرحله الثانيه؟ كم مرحله؟ 3 مراحل. 3 مراحل. طيب هل ال3 مراحل يعني عاملين كده عاملين خط كده، الجزء ده مرحله كامله في منها التجاري والطبي مظبوط، وهتفتحوا المرحله الثانيه؟ طب بتزيد الاسعار بنسبه كبيره في المرحله طبعا. يعني اول مرحله انا لا كان في حفر ولا رخصه. اوكي. كان سعر المتر بيستارت من 83 على 3 سنين التجاري بقى. التجاري. النهارده بنتكلم في 99. ده في المرحله الثانيه. يعني اللي دخل معاكم في المرحله واقل من 4 شهور، خلي بالك يعني كسب تقريبا 50%. ومفيش على فكره يعني الوقت مش كتير، 4 شهور. اربع شهور بس. ممتاز. لا بنتكلم 50% تقريبا. يعني سعر المتر برضو استثمار، ما هو ده اعلى عائد استثمار، لان بقول لحضرتك في الاول شركه البركه بتعتبر العميل شريك معاها طبعا. طب ما فيش عندكم وحدات في المرحله الاولى؟ كسبت خلاص. كسبت للاسف. المرحله الثانيه بقى اللي انتوا بداتوا فيها؟ المرحله الثانيه. المرحله الثالثه طبعا هتزيد تاني في خلال شهر او شهر ونص بكتير ان شاء الله. شهر او شهر ونص هتزيد تاني التجاري والطبي. التجاري والطبي. طب بنسبة قد ايه؟ بس انتوا زيادات عندكم كبيرة جدا، انتوا بتزودوا بال 50%. يعني مفيش حد بيعمل كده. لسه ما نعرفش كام بالظبط هتنزل، بس احنا المرحلة اللي احنا فيها دي زي ما قلت حضرتك الارضي عامل معانا 99 على 3 سنين، والاول 69 على 3 سنين، والتاني 49 على 3 سنين. انا شايفة هو على الشاشة ده مول A1 مظبوط. يعني واضح جدا ان انتوا مهتمين جدا بفكرة التصميم المعماري، مهتمين بالديزاين، مهتمين بالواجهات، اذا هو ده الكونسبت بتاعكم فده حاجة فخمة جدا. هو كمان اللوكيشن حلو قوي. انتي على يمينك محور جمال عبد الناصر طبعا من اهم المحاور. جنبيك كومباوند مفهوش خدمات كويس، فهيعتمد على المول طبعاً بتاعك مينلي طبعا بالنسبة للتجاري الارضي والاول. طيب ايه يعني انا شايفه ان انتوا مهتمين باول مشروع بشكل خاص جدا، وده معناه ان انتوا لازم كنتوا تفكروا في الاداره والتشغيل. مظبوط. هل الاداره والتشغيل خارج الشركه ولا داخل شركه البركه؟ هي في شركه خاصه للاداره والتشغيل جوه شركه البركه. جوه شركه البركه. طيب كلميني بقى عن تفاصيل او تصوركم لتشغيل هذا المبنى. بالنسبة للتجاري اعتقد الطبي انتوا هتبيعوا خلاص، يعني انتوا هتبقوا مسؤولين عن الصيانة، عن النظافة، عن الامن والسلامة وما الى ذلك. التجاري بقى، التجاري نفس الفكرة؟ لا، بنضيف عليه فكرة الاستثمار اللي هو بيع او شراء او ايجار. يعني انتوا ممكن تبيعوا للمستثمر طبعا، وده حصل على فكرة، او تأجروا له او نأجر له. طبعا. او تتفقوا له مع براندات. احنا بندي مفهولة 6 شهور بعد الاستلام ان العميل يبدأ يشطب. عشان انا عايزة الاقي المول كله شغال بنسبة 100%. كويس. مش عايزة الاقي مثلا 60% محلات حد واخدها استثمار وقفلها ومسافر بره، فالمول بالطريقة دي هيبقى واقف. بالظبط. فاحنا بندي 6 شهور بعد الاستلام ان هو يخش يشطب. طب في حالة بقى انه حد خدها وركنها ومش. لا، ده بيشترط في العقد ان مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. ده شرط واضح جدا في العقد بتاعك. لازم كله يشطب في خلال 6 شهور. طبعا، لان انا عايزه اشغل شركه التشغيل عايزه تشغل المول نفسه. سواء انت بقى هتشتغلي فيه او هنجيب لك ايجارات منه، او المهم ان هو عندي يشتغل عشان يبقى مول شغال. طيب لو انا اشتريت منك واحده تجاريه وسلمتك المفتاح وقلت لك انا مسافره، ديريها انت بقى واجريها، انا محتاجه منك عائد ايجاري محدد بناء على عقد متفق عليه، ساعتها بقى بقت الوحده دي معاكي انت، هتعملي فيها ايه؟ هبدا فعلا افتح عليها ايجار واجيب السعر المناسب واللي يتناسب مع المنطقه في الوقت ده، وببدا اجر حضرتك على طول. هل بداتوا تتواصلوا مع براندات معينه علشان تكون
موجوده في المول، ولا سايبين ده لاصحاب الوحدات هم يختاروا البراندات اللي هم عايزينها؟ هم محتاجين يختاروا الكلام ده، لو هم ما قدروش يوصلوا لكده انا بحقق لهم ده. لان في حد ممكن يقول لك لا انا مش عايز حد يعمل لي، انا عندي ده. بس على الاقل في حد ادنى من البراندات لازم يكون موجود حتى من خلالكم، مش كده؟ طبعا اكيد. طيب الحقيقه انه فكره انه البركه انتقلت من السكني للتجاري او وسعت نشاطها من دخلت التجاري كمان، ده معناه انه بما انه المرحله الاولى التجاري كلها كله خلص وتقريبا الطبي كمان خلص، فده اكيد هيفتح شهيه الشركه على تكرار التجربه مره ثانيه. بالفعل احنا مقدمين في مول ثاني وبناخده الايام دي ان شاء الله. يعني الفكره، فكره التجاري بالنسبه لكم كانت مربحه او حسيتوها نشاط مميز لازم تكملوا فيه؟ مميز ومطلوب، يعني مطلوب دلوقتي جدا. مطلوب لانه المنطقه اعتقد ان هي عندها النيد ده، وكمان كل يعني اللي بيشتروا منك بيبقى عندهم فكر هم عايزين يستثمروا شويه في سكني وشويه في تجاري. فلازم يبقى مغطي احتياجات السوق من السكني والتجاري. طيب هل هتقولي لنا بقى تفاصيل عن المشروع الجديد ولا لسه؟ ان شاء الله المره الجايه. المره الجايه ان شاء الله، بس في اكتوبر. في اكتوبر طبعا. مش ناويين تخرجوا بره اكتوبر؟ يعني الحاج محمد كان معايا الحلقه اللي فاتت، الحقيقه هو متحمس يعني وطنه، بيعتبر ان جد اكتوبر وطنه، فمتحيز جدا للمنطقه دي. هو حابب اكتوبر والحمد لله نجح فيها وبقى ليه اسم فيها، فحابب يكمل فيها. طيب هل طموحكم هيستقر فترة طويلة عند التجاري والميكس ديوز ولا هتكملوا في السكني كمان؟ مكملة اوريدي بالسكني، عندنا مشروعات اوريدي بتشتغلوا عليها دلوقتي. بالفعل في كومباوند سكني برضو في اكتوبر. برضو في اكتوبر برضو. طب اديني تفاصيل بقى. لسه برضو المرة الجاية احنا كده على الاقل المساحة، يعني مساحات بتستارت من 135 ل 145 متر مساحة الكومباوند، مساحة الشقة في الكومباوند. الكومباوند كان في حدود 17 فدان. 17 فدان وكومباوند عمارات. مظبوط. اوكي. طب يعني احنا عندنا كده الحلقه اللي جايه ان شاء الله خبرين حصري ان شاء الله عن المشروع الجديد التجاري والكومباوند السكن. عموما يعني انا سعيده ان انت كنت معايا النهارده وقلنا تفاصيل اكتر عن مول اي 1، لانه مول اي 1 في المنطقه دي تحديدا ناس كتير جدا منتظره اللونش الجديد. فأعتقد أن دي مناسبة كويسة أن احنا تكلمنا بتفاصيل عن أسعار المشروع والأسعار كمان، يعني أسعار منافسة جدا وواضح أن انتوا حريصين على أن تكسبوا شركائكم في ال. أنا عايزة أقولك أن في ناس المرحلة الأولى بدأوا يبيعوا دلوقتي في المرحلة الثانية. والله ده حصل كتير معنا. ممتاز. يعني أنا سعيدة مرة تانية بلقائك وسعيدة بتشريفك لينا وبالتوفيق دايما يا رب في كل مشروعاتك. تحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير. ياها لتقديم أفضل العروض والحلول لعملائها بتعلن شركة رويال هيلز عن كونها المسوق الحصري والاستشاري العقاري لشركة دانا للتطوير العقاري. وشركة دانا لديها تاريخ حافل بمشاريع ناجحة ومتميزة في العديد من المناطق. الشركة أو الشراكة بين الشركتين هتفتح أبواب جديدة للاستثمار في السوق العقاري وتقدم فرص مميزة تجمع بين الجودة والابتكار بأسعار وعروض حصرية. أول مشروع في هذا التعاون هو مشروع سكاي هيلز في منطقة حدائق أكتوبر على طريق الواحات، واللي هيتم الكشف عنه في أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. نروح نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم ونكمل فقراتنا معاكم. شركة دانا من الشركات اللي ان شاء الله متوقع لها مستقبل كبير جدا، الشركات الواعده في المجال التطوير العقاري الفتره القادمه باذن الله في مصر.
شركة لما احنا تعاملنا معاها وتعاوننا معاها الفترة اللي فاتت، شركة لا عندها محافظة أراضي متنوعة، المحافظة الأراضي ما بين أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد الجديدة ومنطقة الساحل. شركة عاملة دراسة كويسة جدا على الأراضي اللي بتاخدها، درس السوق ودرس الماركت كويس قوي، راعت جدا كل متطلبات السوق ومتطلبات العملاء الفترة الجاية وحتى الفترة الحالية. بناء عليه ابتدت تتخذ قرارات انها تاخد اراضي تلبي كل الطلبات ورغبات العملاء كلها. الشركه عندها فيجن كويسه جدا وقويه للفتره الجايه ان شاء الله. بناء عليه كمان احنا ابتدينا نطرح اول مشروع لشركه دانا وباكوره اعمالنا، يعني مع كشركه رويال هيلز مع شركه دانا بصفتنا المسوق الحصري للشركه والاستشاري العقاري بالنسبه للشركه. احنا ان شاء الله هنطلق مشروع سكاي هيلز شهر اكتوبر القادم باذن الله، هيبقى اللونش بتاعه باذن الله خلال شهر اكتوبر. ده مشروع سكني اداري تجاري على اميز الاماكن في منطقه حدائق اكتوبر على طريق الواحه ان شاء الله. كمان احنا بنوعد العملاء بتوعنا والعملاء كلها في المنطقه ان احنا باذن الله هيبقى في اوفرز كويسه جدا هننزل بيها، سواء بيمنت بلان مختلفه، سعر متر هيبقى تنافسي جدا مع الشركات كلها، والبيمنت بلان والمقدمات ان شاء الله تكون تنافسيه وقويه جدا الفتره الجايه باذن الله. ومتوقعين باذن الله ان المشروع هيعمل بومينج كبير جدا في الماركت ان شاء الله الفتره الجايه. احنا بعد الخبره اللي خدناها في السوق المصري الفتره الاخيره حبينا يعني نلبي طموح الشركه ونلبي طموح العملاء بتاعتنا، وحبينا ان نعمل بصمه في السوق. يعني ما نبقاش احنا كاننا احنا اي زي اي حد يعني يعمل حاجه ويمشي يروح ويجي، يعني عايزين نعمل لنا كيان، نعمل لنا اسم كبير لنا ولاولادنا ولاحفادنا ولشركاء اللي معانا كمان اللي هم المؤسسين اللي معانا اللي تعبوا معانا قوي كمان في كل حاجه. دي اول جزئيه. دورنا احنا يعني عندنا خبرات شويه معينه في الاراضي في الكلام ده. اول حاجه ان احنا بنبص فيها احنا بنحط مكان العميل، احنا جايين نشتري كاننا احنا العميل بالظبط، بيعجبنا ده ولا لا. يعني انا بحط مكاني انا كشركه، انا الارض دي هتنفعني ولا لا مستقبلا، كسهله البيع، المرافق فيها، الخدمات، الطرق، ايه المميزات اللي في الارض نفسها. دي بيسهل لنا قوي قوي عمليه التسويق بعدين يعني في الفتره القادمه. يعني بناء على الدراسات اللي احنا عملناها في السوق المصري، شركه تمتلك محفظه عقاريه متميزه من حيث المواقع وال اهم حاجه المواقع، يعني اهم حاجه المواقع. بدانا باكوره عملنا حاليا في كومباوند في حدائق اكتوبر طريق الواحات، متميز جدا، شركائنا على اعلى مستوى من الجوده اللي معانا والامكانيات العاليه جدا في السوق، سواء شركه نيو سيتي او محرم بخوم الاستشاري. يتميز الكومباوند ده حواليه 8 مدارس، 5 جامعات، الترافيك فيه عالي جدا، المرافق فيه بالكامل موجوده سواء كهرباء ميه غاز صرف صحي، اللاندسكيب فيه يتخطى 80%، عندنا ووتر فيتشر كتير جدا في الاماكن، عاملين دركات كبير جدا عاليه فيه للمشي وتركات للعجل، عاملين فيه محطات لشحن العربيات الكهربائيه لان احنا بنراعي المستقبل حاليا، ومتوزع في الكومباوند بطريقه سهله جدا جدا، كله فيه باركينج وستورج لكل الوحدات. في عندنا كمان جوه يعني العميل بتاعنا مش هيطلع بره الكومباوند، عندنا مول تجاري سكني اداري طبي يخدم اللي جوه الكومباوند واللي بره الكومباوند كمان. انا هقول كلمه جدي الله يرحمه كان بيقول لي الغالي رخيص، وفعلا احنا بنحاول نجيب اغلى حاجه في السوق لان دي فعلا بتوفر لنا. احنا عارفين ان العميل بيهتم بالخامات، فاحنا مهتمين جدا 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 بدقة التفاصيل، سواء في نوعيه المصاعد، نوعيه الرخام، نوعيه حتى اللاندسكيب اللي بره والشجر والكلام ده احنا بدانا فيه فعليا دلوقتي، زرعنا النوعيات المطلوبه فعلا عشان لما يجي ميعاد الاستلام ميعاد التسليم للعميل بتاعنا هكون وصلت لمرحله كبيره جدا. يعني احنا في تفاصيل صغيره جدا 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 كبيره احنا بنحاول ان احنا يعني نجيب الناس اللي بره نشوفوا عملوا ايه والكلام ده كله، وبنحاول احنا يعني ننقل التجربه هنا. اولا الكومباوند ده مجهز كامل، يبقى سمارت بالكامل لكل حاجه، وحدات هيبقى فيه شقق كمان، هنعمل حاجه للريتيل، الصيانه كمان هناك موجوده جدا على اعلى مستوى من اكبر شركات
اللي في مصر اللي هتمسك الصيانة. شركاء النجاح اللي معانا بالظبط بيتميزوا بالمصداقية في العمل والاسم الكبير جدا في السوق المصري والدقة. وعلى فكرة يعني دي كانت بعض المعوقات انهم بيقولوا لا دول هيبقوا صعبين ولا هيبقوا بالعكس دول هيسهلونا شغل جدا. هيبقوا هم حتى لو صعبين بس صعبين على الشغل اللي مش عايز يشتغل. احنا عايزين نشتغل عايزين ننجح. احنا بنعمل براندنج للشركة للاسم عشان يبقى هو في كل حتة معروف دانا 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 بإذن الله. يعني خلال سنوات يعني قليلة مع وفي السوق ومع شركائنا اللي بدأوا معانا هنبقى حاجة كبيرة إن شاء الله. لأن احنا ناويين نطلع من هنا على نيو زايد نطلع على الساحل إن شاء الله نطلع كمان على مستقبل سيتي. بس احنا يعني صعبين شوية في اختيار الأماكن علشان إن احنا عايزين نحط مكاننا نحط نفسنا مكان العميل. فأنا لما أكون بنختار مكان حلو قريب من الخدمات العامة للناس للتنقل للحركة رب الأسرة ما يبقاش قلقان عليه ان هو رايح يودي اولاده او جاية او مراته رايحة بالعربية مشوار او حاجة يلاقي السوبر ماركت يلاقي الهايبر ماركت يلاقي النادي حتى لو حواليه. دي هتفرق معانا قوي حتى احنا يعني حتى لو مش عندنا جوه كومباوند بتاعنا متاح الكلام ده يبقى على الاقل حواليه المنطقة فيها الترافيك فيها شغل دي طبعا بتسهل الكلام ده. يعني احنا ممكن ناخد في اماكن معروضه في حتت كتيره بس احنا اهم حاجه الدقه 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 والتأني في ان احنا نعمل حاجه حلوه. كمان التصاميم بتاعتنا عصريه جدا 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 وعندنا كل المساحات متاحه عندنا الفلات سلاب عندنا يعني دي ابسط حاجه يعني مثلا انا مش هتكلم فيها بس فعلا ان احنا بنحاول يعني من حيث انتهى الاخرون نعمل يعني وده مش عيب بالعكس ده بيوفر لنا جامد قوي. احنا عندنا كمان الموبيليزيشن بتاعنا عالي قوي يعني احنا ممكن نشتغل فيه كتير ونجهز ونتعب في الاول ونعدل الرسومات ونعدل ونشوف احسن حاجه وصلها ايه عشان لما نشتغل صح. واحنا كمان الحمد لله يعني احنا في سابق عملنا قبل كده بنمتاز بالدقه جدا 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 حتى مش عايز اقول لك ان بندفع من معنا مثلا لا مفيش حد بيعمل كده طبعا بس احنا بنبقى فرحانين ان العميل داخل نفسه شايف حاجه حلوه احنا بنحط نفسنا مكانه فتلاقيه هو فرحان. فده طبعا احنا بنربي العميل يعني العميل بيجي ان هو ده العميل بتاعنا احفاده اولاده خلاص معانا اصحابه ده الاستراتيجي بتاع الشركه بتاعتنا يعني احنا كلنا اسره واحده كلنا يعني هو العميل بيجيب عميل. انا احب اطمن العملاء واي حد كمان ان العميل دايما بيلاقينا معاه يعني احنا ما بنسيبش المكان اللي احنا فيه لان ده بنعتبره ابننا فاحنا لازم نحافظ على ابننا حتى هو يعني ده في الاول والاخر ابنك مش هتسيبه في الشارع. فهو ده العميل ده لما هو العميل لما يخش هنا دي السمعه بتاعتنا محدش بيسيب سمعته ويمشي بره. فاحنا دايما نحافظ على كل حاجه لان في الاول والاخر احنا بنعمل براندنج لنا عايزين نبقى احنا من الشركات يعني ان شاء الله الرائده في الوطن العربي خلال فتره وجيزه ان شاء الله. احنا معانا من الخارج شركاء نجاح نيو سيتي ومحرم مخوم طبعا دول غني يعني دول ما حدش يقدر يتكلم فيهم يعني. ومعانا من الداخل طبعا احنا المثلث دانا وكمم العقاريه المهندس الحاج عبد الله ابو فيصل والمهندس احمد صفوت. ومعانا في التسويق العقاري بتاعنا الوغد حصري ريال هيلز الاستاذ محمد حسن واخوه مصطفى حسن ناس بروفيشنال قوي برضو في الشغل. فاحنا كده ان شاء الله احنا تيم واحد كده ونطلع مع بعض في كل المشاريع ان شاء الله. احنا في شركة دانا تم دراسة السوق العقاري في مصر بشكل جيد والسوق العقاري في مصر بيشهد طفرة كبيرة المرحلة الجاية. كان في 2023 حقق السوق السكني في مصر حوالي 18 مليار دولار وفي 2024 حوالي 20.2 مليار دولار. من المتوقع ان يزيد ان شاء الله في 2029 ل 33.7 مليار دولار. واحنا في شركة دانا عملنا محفظة عقارية ضخمة تحقق طموح الشركة ورغبات عملائها. وهيكون التركيز ان شاء الله من خلال الدراسة اللي قدمناها في غرب القاهرة منطقة اكتوبر وزايد الجديدة. فان شاء الله الشركة في مشاريع جديدة ان شاء الله في المنطقتين دول وبناء على الدراسة اللي احنا عملناها
فالشركة خدت في أكتر من منطقة متميزة في أكتوبر ونيو زايد والساحل الشمالي، خصوصا الدعم الكبير اللي الدولة بتقدمه في منطقة الساحل الشمالي اللي هي لها توجهات الدولة أنها تكون سكن دائم. فإن شاء الله في مشروع دانا هتعمله هناك هيكون مفاجأة لكل عملاء شركة دانا. احنا اخترنا في المدن الجديدة دي أكتر من موقع، والمدن الجديدة دي تحت اهتمام الدولة، عطيلها اهتمام كبير جدا عن طريق المساحات الخضراء الواسعة، الطرق الكبيرة، البنية التحتية بشكل سليم، حتى تصاميم المباني وحدتها. احنا اخترنا اكتر من موقع يلبي طموحات الشركة ورغبة عملاء شركة دانا. شركة دانا للتطوير العقاري ليها سابقة اعمال اكتر من 11 سنة في مجال التطوير العقاري. بدأنا بمناطق وسط الدلتا ومناطق مدينة السادات والتجمع. منطقة وسط الدلتا كنا دايما بحرصين على اختيار افضل الاماكن اللي هي دايما بتبقى ليها مواصفات معينة، دايما بتبقى موجودة في منطقة وسط الخدمات، دايما بتبقى بنختار وجهات معينة، دايما بنختار برضو اميز وافضل المواقع اللي بيها في الاخر تحقق العميل الغرض ليه، هو سواء من كان من سكني او استثماري. دايما منطقة وسط الدلتا لها طبيعة خاصة، مش يعني دايما مش متاح فيها كل الاماكن في كل الوقت، لان طبعا هي نسبة الكثافة فيها عالية جدا، الانشاءات فيها كبيرة جدا، فكان بيبقى من الصعب جدا ان احنا نلاقي مكان يوفر للعميل اللي هو بيتمناه يعني من خدمة وفي نفس الوقت من استثمار. دايما كنا بنهتم بأدق التفاصيل في المنشأة اللي احنا بنقوم عليها، يعني كل تفصيلة تقريبا بندخل فيها، يعني ما بنسيبش الأمور كده خالص، اللي بيها في الآخر نوصل إننا نحقق العميل أعلى خدمة وفي نفس الوقت أعلى مستوى. العميل دايما في مصر بيختار السكن إما للسكن أو للاستثمار، والحالتين الحمد لله متوفرين يعني بفضل الله. دايما الابراج اللي احنا بنبنيها او المنشآت بتاعتنا دايما بتحقق بفضل الله على ربح على مدى السنين لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، ودايما وده ناتج من اهتمامنا في خدمه ما بعد البيع. دايما متابعين الصيانات كويس جدا، بالاخص برضو في مدينه السادات كان لينا برضو سابقه اعمال في بناء مدارس دولية من السادات وبرضو مدارس لغات في منطقة وسط الدلتا. وطبعا موضوع المدارس ده بيبقى موضوع يعني مختلف عن موضوع العقارات، لان هي بتخضع لمواصفات معينة والاشراف من هيئات مختلفة واعتمادات من هيئات دولية، فالموضوع بيبقى يعني بيبقى فيه نسبة لازم يبقى فيه نسبة تركيز عالية قوي في مرحلة الانشاءات، لان اي مخالفة لو بالسنتيمترات في اي منشاه ده بيوقف تراخيص الاماكن دي. فبفضل الله الحمد لله يعني كنا دايما من اول وهله الحمد لله بناخد تراخيصنا، بناخد اعتماداتنا بالنسبه للمدارس الدوليه، وبرده بنفس الوقت بالنسبه للمدارس اللغات. الحمد لله المدارس اللي احنا بنيناها رفض ان هي فول كاباستي، يعني بيرتدها كل يوم اعداد كبيره، فطبيعي جدا ان هي بتحتاج متابعه مستمره، سنوات مستمره، بس عشان الحمد لله بفضل الله يعني الاساس اللي احنا بنينا عليه كل حاجه بمواصفات معينه وبطرق معينه وبصيانات دوريه، ففضل الله ما قابلناش فيها اي مشاكل. وهي يعني هي موضوع المدارس ده بيبقى يعني نقدر نقول ان في مشقه كتير عن موضوع الابراج، يعني لان طبعا قلت قبل كده ان هو خاضع لمواصفات معينه وهيئات معينه بتشرف عليه اللي بيها بتدي البرميشن للشغل او من عدمه يعني.
في احتفالية كبرى تم افتتاح فيرست مول مدينة العبور، واللي بيعد من أهم المشروعات الاستثمارية اللي بتطرحها شركة ريفلكت للتطوير العقاري، حيث تقدم فيه مجموعة كبيرة من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية اللي بتفتح من خلالها الباب أمام عدد كبير من المستثمرين. وبالفعل الشركة حرصت في الوقت نفسه على اختيار موقع مول فيرست في أكثر المناطق الحيوية في مدينة العبور، حتى يكون المشروع على مقربة من الأماكن اللي بتوفر ترافيك كبير لجميع الوحدات طوال الوقت. كما تم تصميم فيرست مول عبور سيتي على يد نخبة كبيرة من أفضل المصممين والمعماريين، بحيث يكون تحفة معمارية بين أجمل مولات العبور. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. وخطوة يا صاحب الخطوة، خطوة امشي لي لو خطوة تنتو على القلب ليك. احنا بنحتفل افتتاح اول مول بالنسبة لنا، فيرست مول ايست، وده كان انجاز بالنسبة لنا في وقت عصيب جدا، ان احنا طرحنا الوحدات المول للبيع، بعدها بدأنا انشاءات، ما عداش فترة بسيطة جدا دخلنا في التضخم الاقتصادي وفرق سعر العملة وفرق سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد. مع ذلك كان التزامنا مع العملاء بتوعنا ان مش هيتأثر بشيء، ده بالعكس احنا سلمناهم قبل الميعاد بحوالي 3 شهور. بالإضافة ان احنا افتتحنا لونش لمشروع مول إداري تجاري إداري زي فيرست على المحور الرئيسي إنفينيتي، وإن شاء الله هنعلن خلالكم إن في إن شاء الله افتتاح النهاردة لونش لافتتاح مول فيرست مول ويست الملاصق للمول ده. احنا كنا واخدين عهد على نفسنا ان احنا ما نعملش ايفنت مع افتتاح اي مشروع احنا بنطرحه. احنا عندنا 3 مشاريع، ذا فيرست مول ايست اللي احنا واقفين على ارضه دلوقتي واللي احنا بنحتفل بتسليمه، وعندنا كمان مشروع اسمه انفينيتي مول، وفي اوجيد ده الكومباوند السكني بتاعنا اللي موجود في حي العبور، في حي السابع في ارقى احياء مدينه العبور، حي القصور والفيلات. زي ما قلت لحضرتك في البدايه خدنا عهد على نفسنا ان احنا ما نحتفلش غير مع تسليم اولى مشروعاتنا. في البدايه قلت ان احنا عندنا 3 مشاريع، ذا فيرست اللي احنا فين عليه، ذا فيرست ايست تحديدا، وعندنا انفينيتي، وعندنا كمان اوجيت ده الكومباوند السكن اللي موجود في الحي السابع ارقى احياء العبور، حي القصور والفيلات. وان شاء الله باذن الله احنا حجم استثماراتنا اللي في الوقت الراهن اللي حضرتك بتكلمك فيه دلوقتي 3 مليار جنيه، بنستهدف ان الرقم ده يوصل ل 6 مليار في نهايه 2025 ان شاء الله. حابب اقول لكم نورتونا النهارده جدا، وان شاء الله باذن الله متجمعين دايما في افتتاحات كتير قوي لمشاريعنا. اول حاجه احنا فرحانين جدا بالحضور والحفله، وان شاء الله الكل يتبسط. تاني حاجه احنا في الحفلة طرحنا اللونش بتاعنا بتاع فيرست مول ويست، احنا دي حفلة تسليم فيرست مول ايست. احنا قلنا نستغل الفرصة ونطرح المشروع الجديد اللونش بتاعنا فيرست مول ويست، وعندنا كمان مشاريع تانية شغالين فيها اصلا اللونش، في مشروع انفينيتي ده برضو مول في اول التاسع على المحور برضو، وفي مشروع تاني سكني اوجيد ده كومباوند 8.3 فدان، ده برضو شغالين ان شاء الله يبيع فيه، والتسليم ان شاء الله خلال سنتين باذن الله. أعلنت شركة ناكست إيرا للتعليم عن تأسيسها باستثمارات تزيد عن 2 مليار جنيه مصري بهدف إحداث تغيير جذري في نظام التعليم في مصر. يأتي هذا المشروع الطموح نتيجة شراكة استراتيجية بين أيوث ورجال الأعمال البارزين محمد فاروق وأحمد طارق، ورواد الأعمال مصطفى عبد اللطيف ومختار أحمد. تسعى ناكست إيرا للتعليم إلى تحديث المشهد التعليمي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وإعادة تصميم المناهج التعليمية والتعاون مع جامعات دولية مرموقة لتقديم تعليم عالي المستوى في مصر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
الاستراتيجية ان احنا عايزين نغير التعليم forever في مصر وفي الوطن العربي عشان يواكب الفترة اللي جاية. الشراكة احنا عاملين شراكة مع وزارة التعليم العالي ان احنا نضمن ان احنا نكون بندرس للطلبة بتوعنا كل التخصصات اللي مش موجودة في سوق العمل مش موجودة في الجامعات بتاعت النهاردة واللي سوق العمل محتاجها في الفترة اللي جاية. محتاج تكنولوجي، محتاج سايبر سيكيورتي، محتاج داتا ساينتست، محتاج فيزيكس، محتاج انجينيرينج، فكل التخصصات دي هي اللي محتاجها سوق العمل في الفترة اللي جاية. حجم الاستثمارات في نكس ايرا 2 مليار على مدار 5 سنين. النهاردة ان شاء الله بنحتفل بالشراكة ما بيننا وبين الحكومة بين وزارة التعليم العالي عشان ان شاء الله نعمل الجامعات والدراسات اللي جايه ان شاء الله تبقى فيها مواكبه لسوق العمل، يبقى دايما احنا مواكبين سوق العمل، دايما عارفين ايه اللي ناقص سوق العمل بنعلمه للناس، دايما يبقى في جزء تنفيذي جزء براكتس، الناس اللي في الجامعه بيروحوا، الناس في المدرسه بيروحوا، اللي بيتعلموه بينفذوه في سوق العمل ويتطوروا بيه ان شاء الله، يبقى حاجه ديناميكيه دايما، مش تعليم بيتغير كل 10 سنين مره، ده تعليم بيتغير كل 6 شهور وكل سنه على طول مواكبين سوق العمل. احنا في نكست ايرا بنشتغل في مجال التعليم، بنقدم مجموعه من خدمات الذكاء الاصطناعي وتقديم البرامج التعليميه المتخصصه في مجال التكنولوجيا المختلفه. عاملين حاجتين، حاجه مع مدارس موبايل ابلكيشن للطلبه بيساعدهم على ان هم يذاكروا، والابلكيشن ده بالذكاء الاصطناعي فبيقدروا ان هم يواكبوا التطور بشكل مستمر. والحاجة التانية عن طريق الشراكة مع وزارة التعليم العالي، النهاردة موجودين في الإيفنت بتاعها اللي احنا نجيب أكتر من 6 جامعات دولية من أمريكا ومن فرنسا يبقوا موجودين في مصر يقدموا برامجهم للطلبة داخل مصر. نكس ايرا هدفها الأساسي إنها تطور التعليم في مصر بتعاون طبعا مع الوزارة زي ما حضراتكم عارفين، وفي نفس الوقت برضو عاملين حاجات للمدارس للبرايفت سكول والبابليك سكولز، وعاملين برضو جايبين أكاديميز من فرنسا هنحكي عليها جوه في المؤتمر، برضو الهدف واحد تطوير التعليم في مصر. مشاهدينا الأعزاء بكده انتهت حلقتنا النهاردة، أشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم حنان موج، دمتم في أمان الله.